Wen FM 91.2. Face Buzz. البوز والأخبار، الجيم والبرتاج والتنبير من باج الباج، هذا اللي باش نحكي عليه اليوم في فيس بوز. فيس بوز. البوز الأيام اللي فاتت في الفيسبوك كانت على الفيسبوك ومارك زوكربيرغ اللي أثار غضب الناس بسبب تسكير وحجب باجات خاصة بفلسطين والدافع على القضية الفلسطينية، وهذا اللي خلى ملايين من الفلسطينيين يطلقوا هاشتاج ضد الفيسبوك وتقول اللي هو يفرض في الرقابة على الفلسطينيين واللي يخدم في أطراف صهيونية. والبوز اتنشرت في الدول العربية ومنها تونس وخلى حملات تصير المقاطعة الموقع على الأقل لمدة يوم باش يخسروا وتدفع إدارة الفيسبوك ثمن اللي قاعد يصير. الشيء اللي خلى مارك بعث الموقع يطلب السماح ويقول اللي الحكاية الكل مجرد غلطة والفريق متاع الفيسبوك مرهوج من كثر الشكاوي اللي تجيه واحتمال الخطأ وارد، ورجع الصفحات اللي تحجبت وقال يا دار ما دخلك شر. هو قال غلطة أما زعم فاق بها قبل حكاية المقاطعة ولا بعد، سيرتو اللي تأثير العرب مش شوية كان يجبدوا به هو فيسبوك العظيم. اصدق اللي قال الخوف يعمل. بوز الجمعة كان بلاغ مفتي الجمهورية عثمان بطيخ فيما يخص الاحتجاجات والاعتصامات العشوائية والغير قانونية اللي اعتبرهم فساد في البلاد وخراب واللي يلزم نتلهو ببلادنا ونقفوا معاها في الوقت الحالي. وتدخلوا في احدى الاذاعات بين انه هالبلاغ هو تحريم الاحتجاجات اللي تعطل سير العمل واللي فيها اضرار بالملك العام. هالفتوى عملت برشا ردود فعل في الفيسبوك والاعلام بين مؤيد ومعارض المصرح به، اللي شاف انه الاعلام كبر الموضوع وحكى على التحريم انه جاء على كل انواع الاحتجاجات حتى السلمية منها، واللي نبر على الاساس هذا وقال كيفاش نسكتوا على حقنا، واللي قال ملا على كلامه راهي ما صارتش الثورة ومش وقته هالبيان، واللي زاد قال هذا هو وقته بالضبط باش تهدى البلاد ويلزم الاعتصامات. والجدل ادخل فيه حتى الاتحاد العام التونسي للشغل اللي عبر على استغرابه من بيان المفتي وكيفاش يدخل الحرام والحلال في مطالب مشروعة. بعد هالمعموعة عثمان بطيخ تدخل وقال اللي هذا مش افتاء جست مجرد راي، وبغض النظر على الحرام والحلال والبيان في كل الأحوال العقل ولدين يقبل الفوضى والفساد والاحتجاجات اللي قايمة على التخريب والحرق وأخذ الحقوق بهالطريقة. عركة وشهود ولتو موفيت، هذه البوز اللي اتعملت بين سامير الوافي وأسامة الملولي بعد استضافته في برنامج لمن يجرؤ فقط. أسامة اللي انقد سامير الوافي في بروفيله وقال اللي مازال هو بيدو كلاسيكي وسؤالته بيتا ويروج في الإشاعات الساذجة، واللي ما عجبوش كيفاش كثر من سؤاله على علاقته بنظام بن علي وحليمة وصديقته الشقراء وإلخ إلخ. سامير الوافي رد عليه كيف كيف على الفيسبوك بوثائق تثبت انه خذاه هدية قيمة متمثلة في قطعة ارض من المخلوع، وقال اللي هو مغرور ويحب يولي وزير رياضة واللي ندم انه استضافه، وقال عليه انه لا يجيد السباحة خارج المسبح وبرشا كلام بين هذا وهذا وعركة وشهود وبوست تخلق وناس مع هذا وناس مع هذا، ايش نقولوا احنا كان ربي يهدي. أخبارنا لليوم وفيت، أما البوز ما توفيش، نرجع لكم في جولة جديدة مع أخبار جديدة من فيس بوز. فيس بوز.